وبنوصل لاخر فقراتنا النهارده، وطبعا هنبتدي فقرتنا الاخيره بالسوشيال ميديا، وبعد كده هنروح لرسائل حضراتكم ردا عن سؤال حلقتنا النهارده: ما هي توقعاتك لمباراه الليله بين الزمالك والفتح الرباط المغربي في الكونفدراليه؟ ونروح بقى للسوشيال ميديا ونبتديها مع احمد حمودي. أحمد حمودي كتب على التويتر الخاص بي: بجد أنا أسعد واحد في الدنيا النهاردة عشان سموحة، يا رب دايما مبروك لكل واحد بيحب سموحة. ابن نادي سموحة أكيد لازم يهني نادي سموحة. ونروح لخالد الغندور. خالد الغندور كان بيتوقع السيناريو اللي هيحصل، من هو خليفة جريده في النادي الأهلي. قال خالد الغندور على الفيسبوك الخاص بي: السيناريو الأقرب أن يتقدم جريده باستقالته، بعدها يوافق مجلس الإدارة في اجتماع يوم الاثنين على الاستقالة، وأنه لا يحبذ أن يرحل مدير فني في وسط الموسم، ولكن سيحترم رغبة جريده وسيقوم بعمل تكريم لجريده وشكره على الفترة الماضية، وسيقول جريده كلمة للنادي الأهلي وجمهوره، وبعدها هيتم اختيار مدير فني وطني لإدارة الفريق الفترة اللي جاية حتى الاستقرار على مدير فني اسمه يرضي جماهير النادي الأهلي. والأسماء المطروحة: حسام البدري، مانويل جوزيه، والمدير الفني المؤقت فتحي مبروك. ده حقيقي. ونروح لمحمد النني لاعب بازل اللي كتب على تويتر الخاص بي: الحمد لله على الجول وعلى المكسب. وباسم مرسي كتب على ده الفيسبوك الخاص بي: هنعمل ماتش هاشتاج غالي بكرة إن شاء الله. طبعا هاشتاج غالي ده أكيد سخرية من حسام غالي اللي ضيع امبارح. ونروح لآخر حاجة معانا النهاردة في السوشيال ميديا، وليونيل ميسي كاتب: great game of all at 3 more points. وده طبعا بعد فوزهم امبارح الكبير 8-0، وطبعا ضافوا لرصيدهم 3 نقاط جديدة. ودي كانت فقرة السوشيال ميديا الخاصة بينا النهاردة. ودلوقتي هنرجع مرة تانية بقى ونشوف رسائل حضراتكم اللي وصلت لنا النهاردة ردا عن سؤال اليوم: ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك والفتح الرباطي في الكونفدرالية؟ ومحمود صالح بيقول: الزمالك هيخسر 1-0 وسلامي ليكي، شكرا جدا. خدعونا فقالوا الأهلي لن يغير المدرب غير فني في نهاية الموسم، كلام وبس. حسين حواش الزملكاوي. محمود خليفة بيقول: إن شاء الله هيفوز الزمالك والبطولة للزمالك، إن شاء الله فوز الزمالك ده رقم آخره 12. محمود خليفة بيقول: إن شاء الله الزمالك هيفوز والبطولة للزمالك، بعت مسج مرة تانية. محمود صالح بعت مسج مرة تانية: هيخسر 1-0. أيمن عبد الفضيل بيقول: أحمد أيمن عبد الفضيل أحمد من سوهاج، وباقي المسج مش واضحة. في رقم بعت لنا 3 سبعات، بعت لنا رقم الاس ام اس. لا، وانت أكيد فهمت الموضوع غلط. يا رب الزمالك يغلب والأهلي يعود بسرعة لأن الناس خلاص مش قادرة، وعلى المهندس محمود طاهر أن يفعل الصواب. ده أهلاوي أحمد رحاب. إن شاء الله الزمالك هيكسب 2. ده دكتور محمد العمدة. أمير حسام بيقول: خسارة الزمالك وأنا أهلاوي. أمير حسام بعت المسج مرتين: يا رب الزمالك يكسب ويكون وشك حلو إن شاء الله. حسين حواش الزملكاوي: إن شاء الله فوز الزمالك، زملكاوية وأفتخر. ده رقم آخره 15. يوسف الديب بيقول: الزمالك هيخسر 5-0. شكرا لذوقك. محمد شعبان من الفيوم بيقول: الزمالك والفتح الرباطي 1-0 للفتح الرباطي. محمد طاهر بيقول 2-0 وطبعا للفتح الرباطي. محمد عامر بيقول فوز الزمالك 1-0. الفتح هيكسب 1-0. ده عمرو يحيى. السيد من كفر الشيخ بيقول: الكابتن حسام البدري هو أفضل اختيار. الفتح الرباطي هيكسب 1-0. ده في حاجة يا شيرين؟ طيب. أحمد من أسوان بيقول: أنا أهلاوي، إن شاء الله الزمالك هيكسب عشان يقابل الأهلي.
محمد عبد الرازق من دمياط بيقول ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0. احمد بدوي بيقول ان شاء الله الزمالك هيفوز. ودي كانت بعض الرسائل اللي وصلت لنا النهارده من حضراتكم. ردا عن سؤال اليوم، ما هي توقعاتك لمباراه الزمالك والفتح الرباطي المغربي في الكونفدراليه؟ طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده. دلوقتي معادنا مع اهم وابرز العناوين. الليلة الزمالك يواجه الفتح المغربي في الكونفدرالية. فتحي مبروك يقترب من خلافة جريدو في الأهلي. لشبونة يشترط الاعتذار و750 ألف يورو لانتقال شيكابالا للزمالك. جماهير هال سيتي تختار المحمدي ثاني أفضل لاعب هذا الموسم. وأخيرا توتنهام يرصد 18 مليون استرليني لضم محمد صلاح. مشاهدينا بنوصل لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم الحلقة احب اشكر احمد حسن كوكا على التيشيرت راي افي اللي انا لابساه النهاردة، بشكره جدا وبتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في مشواره الكروي. وطبعا لازم اشكر عبد الرحمن مجدي صديقي العزيز اللي وصل لي التيشيرت هنا. وطبعا بشكركم جدا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر غد ان شاء الله في الساعة 7 مساء. شكرا.